للمزيد إذا المشاهدين بشأن استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في مجلس النواب وردود فعل الإطار التنسيقي وتداعياته في ظل إخفاق واضح للوساطة الإيرانية بينهما، معنا هاتفيا من لندن الكاتب والباحث السياسي محمد جواد فارس. مرحبا بكم أستاذ محمد معنا. أهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الكرام، حياكم الله. إذن الكاظمي الآن وبرم صالح بعد لقائهما اليوم يدعوان إلى التهدئة والحوار بين الصدر والإطار التنسيقي، هل تجد أستاذ فارس أن الأجواء مهيئة للتهدئة؟ أعتقد أن الكاظمي وبرهم صالح يطالبان التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى التهدئة من أجل إجراء حوار بين الطرفين، وهذا الحوار لا يمكن أن يكون إطلاقا بسبب من تعنت التيار الصدري، وهذا واضح من تغريدة ما يسمى بوزير إعلام أو وزير محمد صالح العراقي وزير الصدر، قال يجب على المالكي أن يعلن انسحابه من التيار من الإطار التنسيقي، ومن ثم يعلن على أنه ليس إلى جانب التسريبات التي أجراها المالكي في حديثه، وهذه معروف عن هذه القضايا التي تحدث فيها المالكي في هذا الإجراء، هو يجد به خللا، وهذا الخلل هو امتداد لما يقوله المالكي حول تعهدات يطرحها وكأنه له علاقة في دولة خارجية إلى غير ذلك، وهذا غير مقبول من التيار الصدري الذي يستنكر هذه التسريبات التي جاءت على لسان المالكي، وحتى يطالب القضاء بإجراء تحقيق ولكن القضاء ساكت لحد الآن. طيب، يعني هل تعتقد أن قرار خروج أنصار الصدر من مجلس النواب إلى محيطه أن ذلك خدعة لتوسيع التظاهرات حسب ما ذكر ائتلاف المالكي؟ هو خروج أنصار الصدر من البرلمان في تغريدة صالح العراقي قال أنه سوف يعطي 72 ساعة لغرض خروجهم من البرلمان وبقائهم في ساحات خارج البرلمان، لأنه هناك طلب من التيار الصدري لشيوخ العشائر وعشائرهم للمشاركة في التظاهرات من أجل توسيعها، إضافة إلى أن مجلس البرلمان وبناية البرلمان في الداخل أصبحت أشبه بحسينية لإجراء مراسيم استشهاد الحسين وغيرها من مسائل الطبخ والأكل، وأصبحت مرتع للزبالة داخل هذا البرلمان، ولذلك حتى أصبح الناس يتحدثون وأين هيبة الدولة في هذا الإجراءات التي ممكن أن تتخذها من أجل تنفيذ خطة معينة أن يقفوا هؤلاء خارج البرلمان وليس داخله، ولكن للأسف إلى حين ما اتخذ تيار الصدري هذا القرار خرجوا إلى الخارج من أجل توسيع هذه التظاهرات، هذا هو ما أقوله الآن، وهو بتوجه من تيار الصدري بالخروج والاستمرارية في التظاهرات. بتقديرك أستاذ محمد، هل يمكن مع عدم الثقة التي نلحظها بين الجانبين، هل يمكن لتيار الصدر والإطار التنسيقي أن يشاركا في حوار لحل الأزمة بينهما؟ باعتقادي أنه من الصعب في مكان أن يكون هناك حوار بين الاثنين، لأنه واضح من خلال التصريحات المتبادلة أن هناك حقد شخصي دفين لفترات زمنية طويلة، ولذلك من الصعوبة أن
تجد هناك من يحاور في هذا الاتجاه الاثنين سوية، وبذلك سيكون رفض التيار الصدري لهذه الحوارات اللي ممكن أن يتحدثوا فيها بأن هناك حوارات ممكن أن تكون. طيب كيف تنظر إلى موقف إيران مع إخفاق آني في الجمع بين الفريقين وحل الأزمة؟ يعني هل فقدت إيران دورها في السيطرة على ما يسمى البيت الشيعي داخل العراق؟ هو عندما جاء إسماعيل قاآني وهو معروف في الحرس الثوري الإيراني كما يقال أو حرس القدس إلى بغداد من أجل التوفيق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي هو يكون الولاء الكامل لإيران، هذا التنسيق الذي جرى بين أعمدة المالكي وكذلك العامري وقيس وغيرهم من الذين سبقوا أن تبوأوا مراكز في سلطة العراق منذ 2003، وإيران لها رغبة جامحة بلملمة صفوف هذا التوافق من أجل أن تكون لها مصلحة بوجودهم امتدادا لما كانوا في السابق من علاقات اقتصادية وعلاقات أخرى منها تبديل العملة وتهريبها إلى إيران، ولذلك هم الآن تجدهم سائرون باتجاه لملمة صفوف التيار وكذلك التنسيق من أجل إيجاد مخرج من الأزمة. نعم، حسب ما وردنا الآن يعني الصدر اتهم المالكي بمحاولة قتله، وأيضا قال أنه الآن أصبح بمقدورنا الإعلان اللا فائدة من الحوار مع الإطار التنسيقي. كيف تعلق على ما جاء في تصريحات الصدر الآن؟ مقتنع الصدر حتى في التصريحات التي سربت من المالكي كانت هناك دعوات من أجل الاقتتال ومن أجل أن يأخذ الإطار التنسيقي موقعه ضد التيار الصدري، ولذلك إنه هذا الخبر يكون صحيحا عندما يصرح المالكي بتصريحات ضد التيار الصدري لأنه يريد التمسك بالسلطة حتى لا يفلت منه زمام الأمور، حتى لو جاب محمد الشياع السوداني وهو عضو في حزب الدعوة ومن أنصار حزب الدعوة السابقين واللاحقين حتى في وجوده في حكومة الكاظمي، ولذلك لا يريد أن تفلت زمام الأمور من يده حتى لا يكون هناك ليس لديه حصانة برلمانية وإنما يساق إلى المحكمة بسبب من الجرائم اللي ارتكبت أيام الدورتين التي كان رئيسا لمجلس الوزراء، ومنها مسألة داعش وسبايكر وكذلك تهريب العملة ونهب ثروة العراق، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي أمام القضاء إن وجد قضاء عادلا لعودة ثروة العراق إلى شعب العراق ولمصلحة العراق. شكرا جزيلا لك إذا من لندن الكاتبة والباحثة السياسية محمد جواد فارس.